ازيكم وعاملين ايه؟ ونكمل الموضوع بتاع الكيترينج. زي ما اتفقنا ان موضوع الكيترينج بقى منتشر قوي في مصر، ودي حاجه كويسه جدا. وفي بقى طرق كتير، في ناس بديها من البيت وده لمعلوماتكم الاغلبيه، وفي ناس بقى عامله زي مصنع صغير او مطبخ صغير مأجرينه. طيب انا هديكم بعض الاجابات لما كان عندنا كلاينت كانت عايزة تفتح المشروع بتاعها. زي ما قلنا المرة اللي فاتت أم وحقيقي بتطبخ حاجات حلوة جدا وعايزة تبتدي مشروع أكل البيتي. فعملنا إيه؟ عملنا أول حاجة زي ما بنقول استبيان، إن إحنا سألنا الناس اللي على السوشيال ميديا من فيسبوك وبالذات فيسبوك، يعني 4-5 أسئلة. ومن ضمن الأسئلة دي سألنا مثلا إيه الأكلات اللي ممكن أو تحبوا تشوفوها في المنيو بتاع الأكلات البيتي، إيه أهم الحاجات اللي ممكن تخزنوها. ليه قلنا السؤال ده؟ إن مش كل الناس عايزة الأكل يجي لها مثلا عزومة أو حفلة بس، لا، الأم أو الست النهاردة عايزة حاجة سريعة تحطها في الفريزر وتطلعها في أي وقت وتطبخها على طول، أو تكون جاهزة تحمرها حاجات كده. فده كان من ضمن الأسئلة. السؤال التاني بقى الجودة، ايه رأيكم في الجودة اللي موجودة في السوق دلوقتي؟ والمعلوماتكم بدل ما يجيلنا إجابات دي الجودة كويسة او الحاجات كويسة، جالنا كذا حد بيعمل زي توصية او ريكومنديشن لأكلات بيتي. ماشي، السؤال التالت كان ايه رأيكم لو الحاجات دي جات لكم كل اسبوع متفقين عليها من قبلها باسبوع، ويبقى زي حاجه خلاص اسبوعيه بتجيلكوا من غير ما نغير، والفلوس اوتوماتيكلي بتنزل في البنك او عن طريق الحاجات الشركات زي اورنج او فودافون او الكلام ده كله. احب اقول لكم ان دي ما عجبتش حد غير 2% بس اللي قالوا احنا عايزين كل اسبوع وكميه معينه. اكتر الناس كانت عايزه ان هم يبقى عندهم الفرصه ان يبقى في مرونه، اطلب الاسبوع ده ما اطلبش الاسبوع ده، اطلب حاجات معينه تاني ما اطلبش تاني. ودي كانت بالنسبه ل 90 او زي ما قلنا 98% من الاجابات. خليكم معانا نجاوب لكم ونقول لكم على الاجابات اللي جات لنا عن مشاريع الاكل البيتي.